إذن تتم الدرس ترتيب والعمليات في إطار ترتيب المجموعة الأعداد الحقيقية R. لدينا خاصية الترتيب والجمع، خاصية الترتيب والضرب، خاصية الترتيب والمقلوب، خاصية الترتيب والمربع، والترتيب والجذر المربع. انتبهوا الله يخليكم لهذه القواعد، هذه الخاصيات، هذه القواعد مهمة جدا في الترتيب والعمليات. من خاصية الترتيب والجمع، أ أصغر من أو يساوي ب، يكافئ ماذا؟ يكافئ أ زائد سي، أصغر من أو يساوي ب زائد سي. إذا أضفنا نفس العدد إلى طرفي المتفاوتة تبقى المتفاوتة كيف ما هي. إذا كانت أ أصغر من تساوي ب، و سي أصغر من تساوي د، انتبهوا جيدا، أ أصغر من أو تساوي ب و سي أصغر من تساوي د، فإن أ زائد سي أصغر من تساوي ب زائد د. مفهوم؟ جيد. خاصية الترتيب والضرب، خاصية الترتيب والضرب. سابقا لاحظنا خاصية الترتيب والجمع، خصوصا الثانية إذا كانت أ أصغر من تساوي ب و سي أصغر من تساوي د، إذن أ زائد سي أصغر من تساوي ب زائد د. خاصية الترتيب والضرب، إذا كانت السي أكبر قطعا من الصفر، أي عدد موجب قطعا، فإن أ أصغر من تساوي ب. إذا ضربنا في كلتا الطرفين المتفاوتة في عدد موجب تبقى المتفاوتة كيف ما هي، أ سي أصغر من تساوي ب سي. إذا كانت العكس، إذا كان السي سالبا، سي أصغر من تساوي الصفر، سي أصغر قطعا من الصفر، pardon، سي أصغر قطعا من الصفر، فإن أ أصغر من أو يساوي ب يكافئ أ سي أكبر من أو يساوي ب سي. إذا ضربنا المتفاوتة في عدد سالب تنقلب المتفاوتة، تنقلب الرمز المتفاوتة، هذا خاصية ريادية. إذا كانت أ محصورة ما بين صفر و ب، صفر أصغر من يساوي أ و أ أصغر من يساوي ب، وكذلك سي محصور ما بين صفر و د، فإن أ سي ضرب ديال هاد العددين أ سي يكون محصور ما بين سي صفر و ب. معناه إذا كانت أ أصغر من أو يساوي ب و سي أصغر من يساوي د، فإن أ سي أصغر من يساوي ب. فهمتم جيدا؟ إذا نوظفوا هاد العمليات، هاد الخاصيات في الترتيب و ترتيب العمليات، ترتيب الجمع وترتيب الضرب. ننتقل الآن إلى خاصية الترتيب والمقلوب. ترتيب والمقلوب، أو بعددين حقيقيين غير منعدمين ولهما نفس الإشارة، أو بعددين حقيقيين غير منعدمين ولهما نفس الإشارة، معناه أ ب أكبر قطعا من الصفر. إذا كانت أ أصغر من يساوي ب، المقلوب ديال أ هو واحد على أ، والمقلوب ديال ب واحد على ب، يكون العكس، واحد على ب أصغر من يساوي واحد على أ، أي واحد على أ أصغر أكبر من أو يساوي واحد على ب. خاصية الترتيب والمربع، والترتيب والجذر المربع، أو ب عددين حقيقيين موجبين، أ أصغر من أو يساوي ب يكافئ أ مربع أصغر من أو يساوي ب مربع. فهمتم جيدا؟ أ إذا كانت أ أصغر من أو يساوي ب يكافئ أ مربع أصغر من أو يساوي ب مربع. إذا كانت أ أصغر من تساوي ب يكافئ جذر مربع أ أصغر من جذر مربع ب. العكس، أ أصغر من تساوي ب يكافئ جذر مربع أ أصغر من تساوي جذر مربع ب. لننتقل على الجانب، إذا كانت دائما في إطار خاص الترتيب، ترتيب العمليات، لدينا عملية الجمع والضرب والمقلوب والمربع والجذر المربع. إذا كانت أ أصغر من أو يساوي الصفر، برضو إذا كانت أ أكبر من أو يساوي الصفر و ب أكبر من أو يساوي الصفر، فإن المجموعهما أ زائد ب يكون أكبر من أو يساوي الصفر، وجزاؤهما أ ب يكون أكبر من أو يساوي الصفر. هذه حالة أولى، إذا كانت أ موجبة و ب موجب فإن مجموعهما يكون موجب وجزاؤهما يكون موجب كذلك. إذا كانت أ أصغر من أو يساوي الصفر من سالبة و ب أصغر من أو يساوي الصفر، أي سالبة كذلك، إذن أ زائد ب يكون سالبا أصغر من أو يساوي الصفر، وأ ب يكون موجب،
لأن العددين A و B عددين سلبيين، عددين سالبين، جداؤهما يكون موجبا. A B أكبر من أو يساوي الصفر. إذا كانت A أصغر من يساوي B و C أصغر قطعا من T، فإن A زائد C، فإن A زائد C أصغر قطعا من B زائد T. إذا كانت A أصغر من يساوي B و C أصغر قطعا من T، A زائد C يكون أصغر قطعا من B زائد T. لكل A من R، A مربع يكون دائما موجب، أصغر من أو يساوي أكبر من أو يساوي الصفر. A مربع يكون أكبر من أو يساوي الصفر. إذا كان A أصغر من أو يساوي الصفر و B أصغر من يساوي الصفر، فإن A أصغر من أو يساوي B يكافئ A مربع أكبر من أو يساوي B مربع. إذا كانت A سالبة، معنى A أصغر من يساوي الصفر و B موجب، طبعا و B كذلك سالب، B أصغر من يساوي الصفر، فإن A أصغر من أو يساوي B يكافئ العكس، A مربع يكون أكبر من أو يساوي B مربع. لننتقل الآن إلى الصفحة الموالية. إذن ترتيب العمليات لدينا التمرين التطبيقي، ليكون X عنصرا من R زائد، أي من مجموعة الأعداد الحقيقية الموجبة. قارن العددين جزء مربع X زائد 1 زائد جزء مربع X و جزء مربع X زائد 1 زائد جزء مربع X زائد 1 زائد 2، واستنتج مقارنة العددين جزء مربع X زائد 2 ناقص جزء مربع X زائد 1 و جزء مربع X زائد 1 ناقص جزء مربع X. بعد قليل سوف تلاحظون فيديو يوضح طريقة الإنجاز. قبل ذلك حاولوا إنجاز هذا التمرين التطبيقي في الترتيب والعمليات، وطبقوا الخاصية للترتيب والجمع والترتيب إلى ترتيب والضرب إلى آخره. ثانيا استعمال الفرق، يكون X عدد حقيقي موجب، قارن العددين X و 2 جذر مربع X ناقص 1. نفس المثال، لديكم فيديو يوضح عملية إنجاز هذا التمرين التطبيقي. من قبل ذلك إنجزوا هذا التمرين لوحدكم. يكون X عدد حقيقي موجب، قارن العددين X و 2 جذر مربع X ناقص 1 لاستعمال الفرق. ثالثا توظيف المربع في الترتيب، يكون n عدد صحيحا طبيعيا، نضع a تساوي جزء مربع 4n مربع زائد 1 جزء مربع 4n او كاري زائد 1، a و b تساوي 2a زائد 1، قارن العددين a و b، حاول تقارن العددين a و b. توظيف والتعميل، يكون x و y عددين حقيقيين بحيث x اصغر من يساوي y و y أصغر من يساوي 3، بين أن x زائد y ناقص 6 أصغر من 0، وقارن العددين a تساوي x وكاري ناقص x زائد 1 و b تساوي y وكاري ناقص y زائد 1. في التمرين الأول وظفوا الترتيب والعمليات، في التمرين الثاني استعمال الفرق، وثالثا توظيف المربع في الترتيب وتوظيف والتعميل. إليكم الآن الفيديو يوضح الترتيب والعمليات.
وليكم الآن فيديو يوضح استعمال الفرق.
وليكم الآن فيديو يوضح توظيف مربع في الترتيب.
نرجو من هذه الحصة أنها تكون مفيدة لكم، لأن في الحلقة القادمة سوف نتطرق إلى تتمة ديال الدرس ديال إذا في الحلقة القادمة سوف نتطرق إلى المجالات والتأطير، المجالات والتأطير، المجالات والتأطير، المجالات المحدودة والمجالات غير المحدودة، وتأطير عدد حقيقي، وتأطير عدد حقيقي. إلى ذلك الحين أستودعكم الله وإلى اللقاء، وتموا بالمادة الرياضيات لأنها مهمة جدا في المستوى في الجذور بالنسبة للجذور المشتركة. التعليم الثانوي التأهيلي جدا العلوم وجدا التكنولوجيا. كان معكم يوسف دليل من خلال الشاشة المتميزة جوكومينيك تي في سير يوتيوب.